وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية السيد فائز الشاوش. مرحبا بك أستاذ فائز. مرحبا، أهلا بك. بداية سيد فائز، أصدرتم في مجلس شيوخ عشائر الثورة بيانا عن الانتفاضة الشعبية ضد الفساد والمفسدين، ما أهم ما جاء فيه؟ يعني بكل تأكيد، أولا نحييكم ونحيي مشاهديكم الكرام من رحمة الشهور من خلود لشهداء هذه الانتفاضة الباطلة، واللهم يشفي جرحاهم وجرحاهم. وبالتالي هذه الانتفاضة هي تعتبر هي ليست بل إنما هي ثورة العيرين والمحتجين والمضطهدين، أقرت جميع الأديان الثورية والقوانين الدولية، وبالتالي هذه تعتبر للاحتجاجات السابقة. وفي بدايتها 25 شباط في عام 2011 التي يعيش الشعب العراقي، ولو كان يأسف قليل، ولكن الآن يبدو أن الشعب العراقي وصل إلى درجة المأس المميتة من هذه الطبقة الفاسدة ومن هذه الحكومات المتعاقبة عن وعود قالت 17 عام، وبالتالي سألوا لا شيء، لأن المظاهرات تعني المطالبة بالحقوق. هناك يوجد بعض الأمن لدى العراقيين يطالبون بحقوقهم من قبل هذه الطبقة السياسية. نعم سيد لأن هذه تعتبر، لأنه وصلوا إلى درجة اليأس أن هذه الحكومة والشباب لن تجد نفعا للمطالبة بتعديلات دون العراقيين وتحقيق أمالهم. نعم، طيب كيف تنظرون إلى أعداد الضحايا التي تتزايد يوميا في ظل القتل العمد من قبل القوات الحكومية؟ كيف تصفون إجراءات القمع هناك ضد المتظاهرين السلميين؟ حقوق مشروعة قيلت 17 عمد الحكومة والأحزاب لعدم تلبية فيها، وهذا القتل البشع الذي تجاوز 6000 مصاب وأكثر من 300 قتيل، هذا يعني أن هناك منطقة سياسية تحترم الشعب العراقي وتحترم العراقيين، وبالتالي لا يحترم الشعب العراقي، وبالتالي عن السلطة عن طريق أولاد المسجين والمسجين. طيب في ظل إجراءات القمع سيد فائز، يعني أعداد الضحايا يعني لحد الآن يعني نسبتها غير معلومة حقيقة أمام الإعلام والرأي العام، يعني هل ترى أن أعداد الضحايا من المتظاهرين المعلن عنها من قبل الجهات الحكومية تلامس الواقع؟ يعني بكل تأكيد هو ما تنشره السلطات عن هذه الأعداد هو غير صحيح، بل قد يكون تجاوز العدد 10,000 مصابين، وبالتالي هذه مسؤولية المنظمات الدولية والمسؤولية الكبرى هي الولايات المتحدة الأمريكية التي أوصلت العراق إلى هذا الحال مضيعة لإيران. هناك 17 عام من قتل ومتاجرة بالمخدرات وبالأعضاء البشرية وبالشرعة على إيران وميليشياتها على العراق، هذه الطبقة السياسية لا يعقل بأن الشعب يبقى لحد هذه اللحظة يطالب هذه الطبقة بالتحقيق الآمال. طيب سيد فائز، نحترم الشعب العراقي. نعم، تعقيبا على إيران التي تحدثت عنها، إلى أي مدى ترى أن التظاهرات تعبير عن رفض المشروع الأمريكي الإيراني وتريد إعادة العراق لمشروعه الوطني الحقيقي؟ يعني بكل تأكيد هذه الاحتجاجات العارمة في جميع محافظات وأقضية وقرى محافظات العراق هي نادت وطالبت بخروج هيمنة إيران على العراق، وهذا يدل بأن الآن العراقيين توحدوا وشعروا ووصلوا إلى درجة عالية من الوعي، ذلك شعروا بأن إيران أصبحت خطر على العراق وعلى المنطقة وعلى المصالح الدولية في المنطقة، وعلى المجتمع الدولي أن يتعاون مع الشعب العراقي كونوا شاهدا له، طالب بجميع حقوقه التي رفعها. السيد المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية السيد فائز الشاوش، شكرا لانضمامك إلينا.